طاقم طائرات حربية تابعة لنظام الأسد قبل قليل باستهداف المنازل السكنية في بلدة بابولين في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لتهدم منازل بأكملها فوق رؤوس أهلها. 6 أشخاص كانوا موجودين تحت سقف هذا المنزل الذي انهار سقفه بشكل كامل على رؤوس المدنيين. تم انتشال هؤلاء الأشخاص 6، 4 منهم على قيد الحياة، بينهم أطفال ونساء، وشهيدان 2 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وما تزال فرق الدفاع المدني تحاول أن تبحث عن مفقودين عالقين تحت الأنقاض. إذن على ما يبدو أن نظام الأسد يصب جام غضبه على المدنيين بعد الخسارات التي خسرها في على جبهات ريف حماة، ينتقم كعادته من المدنيين العزل باستهدافه الأحياء السكنية والمدنيين الآمنين. منزل كان بداخله عائلة كاملة فدفنت تحت أنقاض وركام هذا المنزل. كلما خسر نظام الأسد على جبهات القتال، كلما تقدم الثوار أكثر على جبهات القتال، يزداد إجرامه ضد المدنيين العزل باستهدافهم واستهداف منازلهم بالطائرات الحربية التابعة له والطائرات الحربية الروسية. إذن هي سياسة انتقام وانتقام فقط من المدنيين العزل بعد خسارات نظام الأسد على جبهات ريف حماة. بالتزامن مع المعارك العنيفة على جبهات ريف حماة، تخسف طائرات الأسد منازل المدنيين هنا في بلدة بابولين في ريف إدلب الجنوبي. هناك طائرات حربية تحلق فوقنا تماما، نخشى من عملية استهداف للمكان الذي نحن متواجدين فيه، لذلك لابد من الضروري أن نقوم بإخلاء هذا الموقع. عناصر الدفاع المدني ما تزال تبحث عن مفقودين وعالقين تحت الأنقاض.